أعزائي طلبة وطالبات المستوى الأول، برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية، نستكمل مادة العلوم السلوكية، ومع الفصل الثامن بعنوان الصراع التنظيمي. أولا، ما هو الصراع التنظيمي؟ هو حالة من عدم توافق الفرد مع نفسه أو مع الآخرين، أو عدم توافق بين الأقسام أو الإدارات المختلفة داخل العمل بسبب تعارض الأهداف الشخصية للفرد أو تعارض أهداف تلك الأقسام والإدارات، وقد ينتج عن ذلك آثارا إيجابية أو سلبية أو حيادية على الأداء. ويعتمد الصراع على توافر العناصر التالية: تعارض أهداف الفرد نفسه، تعارض أهداف الفرد مع أهداف الآخرين، التعارض بين أهداف الأقسام والإدارات. لابد أن يقوم أطراف النزاع بإدراك ذلك التعارض، وجود أحداث تؤدي إلى تهديد مصالح الأطراف المتنازعة. قد يصفر عن الصراع آثارا إيجابية أو سلبية أو حيادية بالنسبة لأداء الأفراد. ثانيا، الصراع ومدارس الفكر الإداري. هناك ثلاثة اتجاهات يمكن توضيحهم على النحو التالي: 1. الاتجاه التقليدي، ويفترض أن الصراع مرادفا للعنف والتدمير والسفاهة. الصراع ظاهرة سيئة بطبيعتها لأنه يؤدي سلوكيات سلبية ويمكن تجنبه أو تفاديه. هناك عدة أسباب للصراع ويمكن التخلص منه عن طريق إيجاد المناخ التنظيمي الملائم والاختيار السليم للأفراد. 2. اتجاه العلاقات الإنسانية، ويفترض أن حدوث الصراع أمرا طبيعيا ولا يمكن تجنب حدوثه. هناك أسباب كثيرة للصراع يمكن معرفتها. هناك أوقات ومواقف معينة يكون فيها الصراع مفيدا لأنه يساعد على تحسين الأداء. 3. الاتجاه التفاعلي، يقوم هذا الاتجاه على الافتراضات التالية: أن القول بأن الصراع ظاهرة يمكن تجنبها بالكامل أو يمكن قبولها بالكامل لا يمكن التسليم به. يشجع هذا الاتجاه الصراع بين الأفراد والجماعات ليجعلهم في حالة من النشاط. 4. وبالتالي نجد أن الاتجاه التقليدي قام على منطق أن الصراع ظاهرة سيئة وضارة، ومن ثم يجب أن تتخلص منها الإدارة بأي طريقة. أما اتجاه العلاقات الإنسانية أكد على أن الصراع ظاهرة طبيعية وضرورية لكافة المنظمات ولا يمكن تجنبها، بينما أكد الاتجاه التفاعلي على أن الصراع لا يمثل قوة إيجابية فحسب، ولكن لابد أن تحرص الإدارة على وجوده بشرط أن يكون عند المستوى المعتدل. العلاقة بين الصراع ومستوى الأداء يمكن توضيحها من خلال الشكل التالي: درجة الصراع، نتائج عملية الصراع. درجة الصراع إما أن تكون منخفضة جدا عند النقطة ألف، معتدلة عند النقطة ب، مرتفعة جدا عند النقطة جيم. ونتائج الصراع إما أن تكون سلبية، محايدة،
إيجابي. فنجد أن عندما يكون درجة الصراع منخفضة جدا عند النقطة ألف يكون نتائج الصراع نتائج سلبية، وكذلك الحال عندما يكون درجة الصراع مرتفعة جدا يكون نتائج الصراع سلبية أيضا. بينما نجد عند النقطة ب عند درجة الصراع المعتدلة يكون نتائج الصراع نتائج إيجابية، وما يوضح بالشرح على النحو التالي. إذا كانت درجة الصراع منخفضة جدا فإن ذلك يعني أن الجماعة تنحصر في إطار تقليدي من الفكر، وهذا ما تعبر عنه النقطة ألف. أما إذا كانت درجة الصراع مرتفعة جدا فإن ذلك يعني أن هناك حالة من عدم الاتفاق بين أفراد الجماعة، ويعرف هذا بالصراع غير الصحي ويكون له آثار سلبية على الأداء، وهذا ما تعبر عنه النقطة جيم. أما إذا كانت درجة الصراع معتدلة فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، ويعرف هذا الصراع بالصراع الصحي، وهذا ما تعبر عنه النقطة ب. رابعا أنواع الصراع. واحد الصراع الشخصي. ألف الصراع نتيجة لليأس، يشعر الفرد بالإحباط إذا كانت هناك عوائق مادية أو معنوية تمنعه من تحقيق الأهداف التي يعمل من أجلها، حيث تسبب هذه العوائق للفرد ردود أفعال بدنية ونفسية كثيرة، فقد يميل سلوكه إلى العدوان أو العنف أو الانسحاب أو الاستمرار أو قبول حل وسط أو بديل آخر. ب صراع الدور. يحدث صراع الدور عندما ينضم الفرد لمنظمة معينة ويتعرض لدورين متعارضين ولا يستطيع الوفاء بتوقعات الدورين في انسجام، ويتوقف ذلك على طبيعة الموقف شخصية الفرد. جيم صراع الأهداف. صراع التحقيق. التحقيق يحدث هذا النوع من الصراع عندما يفاضل أو يختار الفرد بين هدفين لكل منهما مكافئ موجب، فإن اختياره للهدف الأول يتساوى مع اختياره للهدف الثاني. صراع التحقيق. التجنب. يحدث عندما يرغب الفرد في تحقيق هدف معين، لكن هذا الهدف يتضمن نتائج إيجابية وأخرى سلبية في وقت واحد، وهنا تصبح عملية الاختيار أكثر صعوبة، وتزداد الصعوبة إذا كانت المزايا مساوية للعيوب. صراع التجنب. التجنب يحدث هذا النوع من الصراع عندما يواجه الفرد هدفين أو تكون أمامه فرصتان لكل منهما مكافئ سالب، بمعنى أنه غير مرغوب في أي منهما. 2. الصراع بين الأفراد. هو صراع ينشأ بين فردين أو أكثر بسبب عدم الاتفاق في القيم والأهداف والحاجات، ومن أمثلة هذا الصراع ما ينشأ بين الموظف ومديره من خلال. 3. الصراع بين الجماعات. هو الصراع الذي ينشأ بين الأقسام أو الإدارات المختلفة داخل المنظمة، مثل الصراع الذي يحدث بين الإدارات التنفيذية كالإنتاج والتسويق وغيرها.
الصراع بين المنظمة والبيئة المحيطة بها هو الصراع الذي يحدث بين المنظمة والمنظمات الأخرى أو بين أحد الأطراف التي تتعامل معهم خارج حدودها الداخلية مثل العملاء والموردون والمنظمات المنافسة والهيئات والمصانع مثل مصلحة الجمارك. خامسا، أسباب الصراع. هناك أسباب شخصية وأسباب تنظيمية. أما بالنسبة للأسباب الشخصية فتتمثل في التفسيرات الخاطئة، الاتصالات الخاطئة، الواقعية الساذجة، العوامل الشخصية. أما الأسباب التنظيمية فتتضمن التنافس على الموارد المحدودة، الاعتمادية بين العاملين، تعارض أهداف الأقسام والإدارات، أسلوب القيادة والإشراف المسيطر. 1. الأسباب الشخصية. ألف، التفسيرات الخاطئة تشير إلى الأخطاء التي يقع فيها الفرد عند تفسيره لأسباب سلوك الآخرين. ب، الاتصالات الخاطئة يرجع ذلك إلى أخطاء في عناصر عملية الاتصال التالية: المرسل، طبيعة الرسالة المراد نقلها للآخرين، وسيلة الاتصال المستخدمة، مشكلات لدى المرسل إليه، التغذية المرتدة بالمعلومات. 2. الواقعية الساذجة اعتقاد البعض بأن وجهة نظره موضوعية وتعكس الواقع، بينما وجهة نظر الآخرين فهي متحيزة، وغالبا ما يوجد هذا الاعتقاد لدى الأفراد الذين يشغلون مناصب إدارية عليا داخل المنظمة. د، العوامل الشخصية ويتمثل الصفات الشخصية للأفراد مثل النوع والسن والقيم والاتجاهات والمعتقدات والمستوى الثقافي وغيرها. 2. الأسباب التنظيمية تتمثل أهم الأسباب التنظيمية فيما يلي: التنافس على الموارد المحدودة، سواء كانت هذه الموارد أموال أو معدات أو أفراد، ويرجع ذلك إلى اعتقاد كل طرف أنه أحق من غيره بتلك الموارد، الاعتمادية بين العاملين، ويتشير إلى قيام العاملين بتحميل الأنشطة والأعمال الخاصة بهم إلى الآخرين، تعارض أهداف الإدارات والأقسام، فنجد أن إدارة المخازن تهدف إلى تخفيض حجم المخزون، بينما ترغب إدارة الإنتاج في زيادته لاستمرار عمليات التصنيع وضمان عدم تعطيل الإنتاج. الرقابة المتشددة والسيطرة المستمرة على المرؤوسين من شأنه أن يولد الصراع. عدم وجود نظم عادلة للأجور والحوافز والترقيات من شأنه أن يولد الصراع أيضا. سادسا، مراحل عملية الصراع. 1. الصراع الكامن يبدأ عندما تكون هناك اختلافات بين الأفراد، سواء كانت في الأهداف أو الحاجات أو القيم أو الإدراك، أو عندما تجري المنظمة تغييرات معينة مثل تصميم استراتيجية
جديدة أو تعيين مدير جديد، ونلاحظ أن الأفراد في هذه المرحلة لا يعرفون المشكلة بالتحديد ويجهلون بأسبابها الحقيقية. اثنين، الصراع المدرك. يدرك الأفراد وجود الصراع لكنهم لا يزالون غير قادرين على تحديد أسبابه، وتعتبر هذه المرحلة هامة لأنها تشير إلى رغبة الأفراد في الاتفاق أو عدم الاتفاق على التوصل إلى حل للمشكلات التي تحدث بينهم. 3. الصراع المحسوس. يكون الأفراد في هذه المرحلة على دراية ووعي كامل بالصراع، ونتيجة لعدم اتفاقهم يقومون بالتعبير عن مشاعرهم. 4. مرحلة الصراع الظاهر. يقوم الأفراد باتخاذ بعض السلوكيات والتصرفات المخططة، وذلك لإحباط غيرهم في القضايا المتنازع عليها طالما أنها غير متوافقة معهم. أما المرحلة الخامسة فيتمثل مرحلة ما بعد الصراع، وتحدث هذه المرحلة عندما لا تتدخل الإدارة لإيجاد حل للصراع الظاهر. فإذا لم يتفق الفريق على إيجاد حل يرضي جميع الأفراد المتنازعين، فإن العواقب سوف تكون أشد تدميرا في المستقبل. 7. آثار الصراع. 1. الآثار الإيجابية للصراع. وتتضمن أهم الآثار الإيجابية للصراع ما يلي: توجيه نظر الإدارة للمسببات الرئيسية لعملية الصراع، تحسين مستوى جودة القرارات التي سوف يتم اتخاذها، تشجيع الإبداع والابتكار داخل المؤسسة، بحث المشكلات التي أهملت في الماضي بصراحة ووضوح، تحفيز أطراف الصراع على فهم وتقبل مواقف بعضهم البعض، تفريغ شحنات الغضب لدى بعض الأفراد، وكذلك التحسين المستمر لعملية الأداء. وأخيرا، قد يترتب على حل الصراع فوائد كثيرة، منها ما هو يتعلق بالفرد مثل زيادة الراتب أو الحصول على مكافأة أو رفع جزاء قد تم توقيعه عليه وغيرها. اثنين، الآثار السلبية للصراع. تتعدد الآثار السلبية لعملية الصراعات في مكان العمل، ومنها انخفاض الانسجام والتعاون والتنسيق بين الأفراد، تضارب الأهداف التنظيمية وعدم القدرة على تحقيقها، ضياع الجهد والوقت. قد يجعل الصراع الفرد يعاني من درجات عالية من الإحباط، يعوق الاتصالات بين الأفراد والإدارات والأقسام، يؤدي إلى عدم تماسك فريق العمل وتحوله إلى مجموعات صغيرة متصارعة ومتنازعة، يؤدي إلى لجوء القادة إلى النمط المستبد في العملية الإدارية، وقد يؤدي إلى ولاء كل فرد داخل العمل إلى مجموعة معينة وليس إلى المنظمة بنفسها. 8. طرق التعامل مع الصراع. يمكن توضيح أهم استراتيجيات وطرق التعامل مع الصراع من خلال الشكل التالي: نجد أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن نتعامل بها مع الصراع الذي يحدث
داخل المنظمات، ويمكن تصنيفهم من خلال بعدين أساسيين. البعد الأول مدى درجة التعاون بين الأطراف المتنازعة. البعد الثاني مدى درجة تأكيد الذات والرغبة في تأكيد الذات بين الأطراف المتنازعة. فنجد أن استراتيجية مثل استراتيجية التعاون نلجأ إليها إذا كانت درجة التعاون بين الأفراد المتنازعة مرتفعة، وفي ظل درجة مرتفعة من عملية تأكيد الذات والرغبة في تأكيد الذات بين الأطراف صاحبة النزاع. أما في حالة أن تكون درجة التعاون مرتفعة ولكن درجة تأكيد الذات منخفضة بين الأطراف المتنازعة، فيكون الاستراتيجية الأنسب هي استراتيجية المجاملة. أما إذا كانت درجة التعاون منخفضة ودرجة تأكيد الذات منخفضة، فيفضل اللجوء إلى استراتيجية التجنب. أما استراتيجية المنافسة فيفضل اللجوء إليها إذا كانت درجة التعاون منخفضة ودرجة تأكيد الذات مرتفعة. وهناك ما يسمى باستراتيجية الحل الأوسط أو الحل الوسط، ويتم اللجوء إليها إذا كان هناك درجة تعاون متوسطة ودرجة تأكيد الذات والرغبة في تأكيد الذات متوسطة. ويمكن توضيح تلك الاستراتيجيات على النحو التالي. استراتيجية التعاون تشير إلى أن الأفراد الذين يطبقون هذه الاستراتيجية يتميزون بالخصائص التالية: ينظرون إلى الصراع على أنه ظاهرة طبيعية ومفيدة، يتعاملون مع الآخرين بثقة وإخلاص، يسعون إلى مناقشة أسباب الصراع بدلا من تجنبه، يدركون أن لكل شخص دورا ما في علاج الصراع، لا يفكرون في التضحية بأي فرد من فريق العمل، يعتمدون على المناقشة والحوار في إدارة الصراعات. أما الحالات الملائمة لاستخدام استراتيجية التعاون فتكون إذا كان تحقيق الأهداف يحتاج إلى تعاون من جميع الأطراف، عندما يكون الهدف هو التعلم مثل فحص فرضية خاصة بك أو فهم وجهات نظر الآخرين، أو في حالة الرغبة في إيجاد حلول متكاملة ترضي جميع أطراف الصراع، أو في حالة الرغبة في الحفاظ على الروابط والعلاقات مستقبلا، أو للحصول على التزام الأطراف بضرورة التوصل إلى اتفاق محدد. استراتيجية المنافسة: يسعى الفرد المنافس إلى الاهتمام بتحقيق أهدافه واهتماماته الشخصية دون أي اعتبار لمصالح الجماعة التي يعمل معها. بمعنى آخر، حتى إذا كان ذلك على حساب مصالح الآخرين، أن يتم الحصول على مكاسب لطرف وتحقيق الخسارة لطرف آخر. الحالات الملائمة لاستخدام استراتيجية المنافسة: عند الحاجة إلى اتخاذ قرارات سريعة، في حالة دخول سوق جديدة أو تقديم منتج جديد للسوق أو زيادة أو خفض رأس المال، وكذلك عندما يعمل القائد من مركز قوة وتكون الآثار السلبية للصراع كبيرة،
في حالة المشكلات التي تتطلب حلول غير تقليدية، وكذلك عندما ترغب الإدارة في الحد من خطورة الأفراد الذين يثيرون الشغب أو الفتن بين زملائهم.